العودة إلى الشأن السوري، ينضم إلينا المحلل السياسي صالح فاضل الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة. أهلا بك أستاذ صالح. مرحبا بكم، حياكم الله. أستاذ صالح، مجلة أتلانتيك الأمريكية قالت إن الأسد يواجه أزمة نقص حادة في الجيش. كيف ستنعكس برأيك هذه الأزمة على المعارك الجارية على الأرض؟ حقيقة نحن الآن لا يوجد عندنا حكومة سورية ولا يوجد نظام سوري، أصبحت عصابات ميليشيات، هي نقول عندنا ميليشيا الأسد وعندنا الجيش الحر وعندنا روسيا وعندنا تركيا مع الجيش الحر، والنظام هو فريق من هذا الفرقاء وهو الفريق الأضعف، وبالتالي الحقيقة فاقد كل أوراقه. الآن إيران هي التي تتكلم، روسيا هي التي تتكلم، وحتى تركيا، والكل هو الذي يتكلم. أما النظام السوري فهو عليه تنفيذ أوامر أسياده الروس والإيرانيين. نعم نبقى في مجلة أتلانتيك. الأسد فاقد يعني. نبقى في مجلة أتلانتيك أستاذ صالح، أكدت أن في تقريرها أن السوريين لا يرغبون في القتال إلى جانب الأسد. كيف تقرأ مثل هذا الاستنتاج؟ أستاذ، نظام استبداد عمره 50 سنة جاسم على 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 رؤوس وصدور الشعب السوري، الآن أتيحت له الفرصة في 7 سنوات الماضية للخلاص من هذه الدكتاتورية. الدكتاتورية والاستبداد منافية للخلق الإنساني، منافية للطبيعة البشرية، وبالتالي ما تقوله جريدة أتلانتيك الأمريكية هو صحيح. الشعب السوري لا يرغب لا بالقتال ولا بالحياة السلمية مع نظام بشار الأسد، لأنه نظام مجرم. ما إن تتاح له الظروف هو نظام قتل ونظام دماء، ليس إلا لم يبقى حكم في سوريا. كما قلت، سوريا الآن بلد محتل، ومنها المنطلق ندعو جماهير الشعب السوري والجيش الحر وغيره إلى خوض معركة تحرير طويلة الأمد لأجل إخراج المستعمرين الإيرانيين والروس والحشد الشعبي العراقي وغيره من أرضنا. في هذا السياق، بالحديث عن كل هذه التفاصيل التي ذكرتها، وصل عدد مهجري ريف حمص في الشمال السوري، وصلت عددهم إلى 30,000 مدني. برأيكم إلى متى يبقى السوريون يدفعون فاتورة التهجير، وما غاية واستراتيجية النظام من الاستمرار فيها؟ حقيقة النظام عندما عجز عن مقاومة الثورة ومقاومة الجيش الحر، كما تعلمين، استعان بالنظام الفارسي القذر وبالروسيين الدب الروسي المجرم، وبالتالي هؤلاء هم من أصبح يفرض على الشعب السوري شروطه، والأسد عليه التوقيع. وهناك بعض عصابات ما يسمى بميليشيات المساندة وميليشيات الوطنية، ولا ننسى حزب الله اللبناني الذي إن شاء الله تعالى في طريقه إلى الزوال من المعركة، لأنه قد قتل منه الآلاف. حقيقة النظام السوري فاقد، هذه إجرام إيران وإجرام روسيا، يجبرون الشعب السوري. السوريون طبعا وقعوا حقيقة في أمر أحلاهم أمر، إما التهجير وإما الإبادة الكاملة. كما تعلمين أن روسيا وحتى بوتين المجرم ووزراء صرحوا أكثر من مرة أن من فوائد تدخلهم بسوريا تجريب أسلحتهم على هذا الشعب الحر الذي، ولكن إن شاء الله هذه الهجرة ستكون هجرة مؤقتة، ومن يهاجرنا إلى الأبد نظام الاستبداد والنظام الفارسي وحزب الله وكل جموع المستعمرين لأرض سوريا الثورة. إن شاء الله النصر قادم، أبشر شعبي أن الفجر يأتي عادة بعد الظلام، وهذه الظلمة بدأت تنقشع، والأسد إن شاء الله يضبط حقائبه رغم ما نراه من مشكلات، لأنه فقد إنسانيته وفقد أيضا حضوره الدولي، لأن من يتصرف معه بدلا عنه الآن. في هذا السياق، بحديثكم عن الأسد، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصلت إلى إثبات بأن استخدام غاز الكلور السام كان في مدينة سراقب في خلال شهر شباط الماضي. إلى أي مدى بإمكان هذا الإثبات الذي تم توصله إليه أن يحاسب نظام الأسد ويتم الحد من مثل هذه الجرائم واستهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية؟ نظام الأسد نظام انحط له عمر، طبعا نحن نجهل هذا العمر وتاريخ انتهاء لهذا المجرم، لذلك الحقيقة هذا النظام الدولي نظام كذاب، نظام مشارك
في هذا العهر السياسي وهذا الإجرام. يعني معقول نحن جرائم سراقب وخان طومان وجرائم دوما وجرائم خان شيخول وغيرها في الكيماوي اليوم حتى اكتشفوها المساكين؟ ما هو عندهم تقنيات الدنيا عم يعرفوا تحت الارض اذا في بترول والا اذا في مهجع والا اذا في مستودع سلاح، عم يعرفوا الشخص اللي كيف بينام في بيته، هلا حتى اثبتوا الكيماوي حقيقه. لكن هم كل فتره بيعملوا جره اذن لهذا النظام الهش، هذا النظام العبد، لمزيد من التنازلات والتوقيعات ولمزيد من عملية التوقيع لتقاسم النفوذ في سوريا. المجرمون كل المستعمرين الذين استعمروا سوريا الآن حديثا. أشكرك جزيل الشكر، المعذرة لضيقي الوقت. صالح فاضل المحلل السياسي السوري كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.